إن العنوان الذي اتخذته عنواناً لهذا الحوار والذي سأركز عليه بحول الله، البحث الذي أتقدم به بين أيديكم لأطرحه على بساط النقاش والمجادلة حتى تتبين الحقيقة من خلال المناقشات، والحقيقة بنت البحث، إنما يعتبر في الحقيقة عنوانا غريبا وغريبا جدا، لأن السؤال بذاته يعتبر أمرا مستغربا مستنكرا، لأن السؤال عن الأشياء التي يعتبرها المستمع للسؤال ثابتة لا ريب فيها ولا محل للجدال حولها، يعتبر السؤال عنها تحديا أو تجاهلا غير محمود. وكأني أشعر بأن كل من اطلع على هذا السؤال الذي وضعته عنوانا لهذا الحديث، وهو هل لنا مشاكل إسلامية، سيجيب أفي الله شك. متى كانت المشاكل الإسلامية بمحل شك أو محل تردد حتى يسأل عنها؟ وإن الذي يطلع على هذا السؤال لا يشعر بأن المشاكل الإسلامية إذا كان هناك شيء تتجاوزه فإنها تتجاوز الحصر وتتجاوز العد، بحيث لا يمكن أن يفرض ابتداء أنها محل للتساؤل. ولكنني مع هذه المبادرة التي أتوقعها في أذهان الجميع وفي نفوسهم للجواب الإنكاري عن هذا السؤال، فإني أيضاً أرد هذه المبادرة بمبادرة أخرى، فأجدد الإعلان بأن هذا السؤال إنما هو من باب ما يسميه علماء البلاغة بالاستفهام الإنكاري، وأنا أدعي أن ليس لنا مشاكل إسلامية أبداً، وذلك لأنني أعلم أن المسائل التي تملأ أذهاننا جميعاً والتي تعتبر مشاكل إسلامية هي التي إذا حللت ووضعت وضعها الحقيقي الدقيق فإنه يتبين بعد تحليلها وحسن وضعها أنها ليست مشاكل في ذاتها. لا شك أنكم تنظرون إلى تلك القائمة الطويلة العريضة التي لا تشتمل إلا على مثل فقط من المشاكل التي تعتبر مشاكل عويصة في يومنا الحاضر في العالم الإسلامي، والتي ترجع إلى نواحي مختلفة متعددة، فمنها ما يرجع إلى نظام الحكم وأصوله، مثل مشكلة الخلافة ومشكلة مختلف النظم التي تقوم عليها الأوضاع السياسية والاجتماعية من الديمقراطية والاشتراكية والرأسمالية ومن الدولة اللايكية والدولة التي دينها الإسلام، ومن مشكلة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، إلى غير ذلك من مشاكل عديدة ترجع إلى أصول نظام الحكم، ومشاكل ترجع إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية مثل مشكلة الربا والمعاملات البنكية ومشكلة التأمين ومشكلة تحديد النسل ومشكلة الضرائب وغيرها، ومشاكل ترجع إلى العادات الدينية مثل مسائل اللحوم والذكاء ومسائل الأشربة ومسائل لبس القبعة وغيرها من المشكلات التي اعتبرت مشكلات من أول هذا العصر أو من أواخر العصر الماضي. بل حتى هناك مسائل ترجع إلى العبادات، فكم طرح الناس مشاكل تتعلق بمسألة الصيام والحج والهدايا التي تنحر في الحج
إلى غير ذلك من مشاكل، عندما نرجع إليها نجدها كثيرة، وهي التي أشعر بأننا متفقون على أنها هي المشاكل التي يعنيها من يريد أن يدعي أن للإسلام مشاكل حاضرة، وهي عين المشاكل التي أدعي أنا في مقابلة ذلك أنها ليست بمشاكل في ذاتها أبدا. فإنني أعتبر أن ليست واحدة من هذه المشاكل بمشكلة في ذاتها، وأؤكد على كلمة في ذاتها، وذلك لأن جميع هذه المسائل إنما ترجع إلى أحكام فرعية من أحكام الشريعة الإسلامية، تقررت هذه الأحكام في كتب الفقه، واعتبرت من الفروع التي تعبدت بها الشريعة الإسلامية على معنى التكليف أتباعها من العباد. وهذه المسائل هي ترجع إلى نوع هو موجود في كل عصر، وهو متعلق الأحكام الإسلامية المختلفة، مما يرجع إلى كل ناحية من هذه النواحي، مما مثلنا به بذكر بعض عناوين المسائل، ومما لم نذكره من مئات آلاف المسائل التي تشتمل عليها كتب الفقه. وليست هذه المسائل بمتقررة أحكامها حديثا أو في عهد قريب، ولكنها كانت موجودة وتكونت الأسئلة أو المطالب التي اقتضت تقريرها على الصورة التي قررت عليها في الأحكام الإسلامية منذ عهود طويلة، وتقررت أحكامها على هذه الصور، فلم تكن عند تعلق المطالب بها مشكلة، ولم تكن عند تقرير أحكامها التي قررت بأدلة الكتاب والسنة وباجتهاد المجتهدين لم تكن يوم قررت مشكلة، ودامت بعد ذلك طويلا وهي غير مشكلة، ولكنها صارت مشكلة وطرأ عليها الإشكال في العصر الحاضر. فمسألة الربا مثلا ما كانت في يوم من أيام التاريخ الإسلامي تكون مشكلة من المشكلات، مع كون الحكم الذي نعتبره الآن مشكلا قد كان موجودا من زمان قديم، ولكن الإشكال هو الذي طرأ عليه طروءا وحدث في العصر الحاضر. فهذه الأمور كانت موجودة وأحكام كانت متقررة ولم تتقرر باعتبار كونها مشكلات، وعاشت طويلا وهي غير مشكلات، ثم طرأ عليها ما جعلها مشكلات تعتبر الآن في نظر العالم الإسلامي من أعظم المشكلات وأعرقها في الاستعصاء عن الحل. فما الذي أوجب طروء الإشكال على هذه المسائل بعد أن لم يكن الإشكال قائما بها ولا متصلا بها من قبل؟ فإذا لاحظنا أن الإشكال طرأ طروءا، وأن مسلمي اليوم قد شعروا من هذه المسائل بمعنى من الإشكال لم يشعر به مسلمو العصور الماضية، فالذي ينبغي أن يتساءل عنه في نظري إنما هو الأمر الذي وضع هذا الشعور في نفوس المسلمين، والذي أوجب أن ينظروا إلى هذه المسائل التي لم تكن منظوراً إليها بعين الاستشكال، أن ينظروا إليها بعين الاستشكال في العصر الحاضر. فالسؤال الذي أقدمه بين يدي الموضوع حتى أتوصل إلى تحليل وضع هذه المشاكل على الصورة التي أراها والتي أقدمها للبحث والمناقشة، هو ما الذي وضع هذا الشعور بإشكال هذه المسائل في نفوس المسلمين بعد أن لم يكن موجوداً من قديم؟ ونحن لا محالة حين نعد هذه المشاكل
إنما نعد مشاكل معتبرة، ونعد مشاكل يعتبر من المكابرة أن ننكر كونها الآن موضوعة بوضع الإشكال، ولكن الذي أنكره أن يكون الإشكال لها وصفا ذاتيا، والذي أحاول أن أثبته أن الإشكال إنما هو أمر عرض لها من حالة طرأت على نفوس المسلمين أوجبت أن ينظروا إليها بعين الاستشكال. ونحن لا نكون من السخافة بحيث نعطي أهمية لتلك الأمور الأخرى التي يعتبرها بعض الدارسين للإسلام دراسة سطحية من الخارج من المشكلات الإسلامية، أو يعتبرونها من مظاهر التقدم والتي يهتم بها هؤلاء الدارسون من المستشرقين اهتماماً كبيراً لا تستحقه تلك المسائل بذاتها، من مسألة استعمال المجهر مكبر الصوت في إذاعة الخطب الجماعية وفي قراءة القرآن، أو قراءة القرآن في المذياع، أو مسائل بسيطة من قبلها اعتبروها كذلك من الأمور المقتضية للنظر، مثل أكل بعض المصنوعات الأوروبية ومنها الشوكولاتة، أو ركوب القطار أو ركوب الطائرة إلى غير ذلك، وهي أمور يعتبرها كثير من المستشرقين من أمثال غودفرا دي مونبين وماسي أمورا من مظاهر التطور الإسلامي، ويعدون مثلا أن من أكبر الأحداث التي تسجل في معنى اتجاه الإسلام نحو تطور عصري عميق أن يعدوا تاريخا يصطلحون عليه وسنة 35 الذي استعمل فيه لأول مرة مكبر الصوت في خطبة جمعية بالقاهرة. هذه ليست من الأمور التي نعتبرها من المشاكل أو نعتبرها من مظاهر التقدم أو التأخر، أما الأمور الأخرى فهي أمور حقيقة لم تزل تخامر الأذهان على معنى أنها مظاهر لإشكال في معنى الارتباط بين المبادئ الإسلامية القويمة الصحيحة وبين الأوضاع التي تقتضي الأخذ بوجهة نظر أخرى غير وجهة النظر الإسلامية الأصلية في مثل هذه المشاكل. فنحن لا نعتبر مشاكل ذاتية للإسلام قائمة بالإسلام في ذاته إلا أن تكون مشاكل تولدت بما أظهر العصر الحاضر من الحقائق الطبيعية، أو كونت البحوث الحاضرة من المدارك العقلية بصورة أتت مناقضة للإسلام فيما اكتشف من الحقائق الطبيعية أو فيما برز من المدارك العقلية. وهذه محاولات أعتبرها محاولات قديمة مجهولة، هي المحاولات التي تصدى لها المدافعون عن الإسلام في أوائل هذا القرن، مثل انتصاب الشيخ محمد عبده للرد على الفيلسوفين الفرنسيين إرنست رينون وغابرييل أنوتو في ردوده المشهورة فيما يرجع إلى عدم التنافي بين الإسلام والمدنية، أو عدم التنافي بين الإسلام وبين العلوم الطبيعية والعلوم العقلية، بصورة أصبحت معها هذه النظريات مدحوظة الآن، وأصبحت من المشاكل التي لا تقوم في ذهن المسلمين بل في ذهن غير المسلمين أيضا. فحينئذ ما الذي أوجب أن ينظر المسلمون إلى مشكلات في العصر الحاضر لم يكونوا يعتبرونها في القرون الماضية مشكلات؟ لا شك أن هذا إنما يرجع بنا إلى التساؤل عن العصر الحاضر وما فيه. تعرفون حضراتكم أن العصر الحاضر إنما يعنى به فترتان من التاريخ، هما فترة التاريخ الحديث الذي يبتدئ من منتصف القرن التاسع هجرياً، يعني من فتح القسطنطينية، ثم دور التاريخ المعاصر الذي يبتدئ من الحرب العالمية الأولى.
فإذا نحن نظرنا إلى ابتداء التاريخ الحديث ونظرنا إلى ما قابل دخول المسلمين لقسطنطينية من بدو مظاهر النهضة الأوروبوية وابتداء مساجلة المواقع بين الإسلام وبين الغرب، فاعتبرنا سلسلة الأحداث الكبرى التي توالت بعد امتلاك المسلمين للقسطنطينية من سقوط الأندلس وابتداء تسرب النفوذ الغربي إلى الشرق بتأسيس الشركات الاستعمارية، أولاً شركة الهند وشركة الشرق، ثم ما بدأ يظهر في العالم الإسلامي منذ القرن العاشر من ظهور الشعور بالنقص، وما بدأ يقارن ذلك من أحداث من استيلاء الإسبان على سواحل المغرب العربي واستيلاء البرتقيز على جزر الهند الشرقية، وهي مظاهر بدأ المسلمون معها يحسون بأنهم قد أصبحوا بحالة من الحطيطة والهضيمة بالنسبة إلى ما كانوا عليه من قبل. ولسنا متوقفين على أن ننظر إلى هذا المظهر من الشعور بالنقص في القرن العاشر، فقد ابتدأ ابن خلدون منذ أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع يتشكى من هذه المظاهر التي يسميها تقلص ظل العمران وركود ريح العلم والحضارة، وما يقابل به ذلك من شعور بمبادئ النهضة في أوروبا وابتداء إقبالهم على دراسات العلوم العقلية والعلوم الطبيعية إلى غير ذلك. فهذا المعنى الذي بدأ الشعور به من قبل فتح قسطنطينية ثم استمر واستفحل في القرن العاشر هو الذي أصبح ألماً ملحاً مقوقضاً في القرن الحادي عشر. وجاء القرن الثاني عشر فجاء قرن الشعور بأن الإسلام إنما أصبح في حالة التدلي والانطواء والركود، بصورة بارزة معها الشعور المزدوج الذي يرجع أولاً إلى شعور المسلمين بانحطاط فيهم بالنسبة إلى موقف الأمة من دينها، وإلى شعور آخر هو الشعور الثاني وهو شعورها بانحطاط نسبة موقف الأمة من غيرها. فأتى القرن الماضي وهو القرن الثالث عشر داخلاً على هذين الشعورين، وهما الشعور بانحطاط نسبة الأمة من دينها والشعور بانحطاط نسبة الأمة من غيرها، وأخذ هذان الشعوران يتفاعلان حتى اندمج أحدهما في الآخر وطغى الثاني منهما، وهو شعور الأمة بانحطاط نسبتها من غيرها على الأول الذي هو شعورها بانحطاط نسبتها من دينها، بما أعان على طغيان هذا الشعور الثاني من مظهره المادي. فاتجهت إلى هذا الشعور الثاني محاولات الإصلاح الأولى، وابتدعت محاولة الاقتباس عن الغرب على نية أن نبلغ درجته ونلتحق بمستواه، فاقتبست القوانين وقلدت الصناعات واقتبس نظام التعليم واقتبس النظام العسكري، ولكن جميع ذلك أظهر عدم الجدوى. فالقوانين ما زادت على الأوضاع المختلة التي كانت من قبل من العبث بمصالح الأمة إلا استمراراً في ذلك العبث وتوغلاً فيه مع زيادة العبث بشعورها، لأنها من قبل كانت تظلم بقانون هي تدين به، فأصبحت تظلم وتضطهد بقوانين لا تؤمن بأصولها ولا بشرعيتها. والصناعات المقتبسة من أوروبا قد كانت كذلك مجلبة للخيبة والإفلاس
والاضطراب الاقتصادي، لأن عناصر التصنيع في الحقيقة إنما كانت أجنبية دخيلة على البلاد الإسلامية في عقولها وآلافها ورؤوس أموالها. والمدارس كذلك لم تحدث إلا انفصالا للمتعلمين عن البيئة التي نشأوا فيها، وازدراء منهم بالأمة، وأنفة من أن يتصلوا بجماهيرها أو أن يختلطوا بها. والنظمة العسكرية التي اقتبست عن أوروبا كذلك لم تصحبها إلا الهزائم التي لم يتقدم لها مثيل في تاريخ العالم الإسلامي. وعلى هذه الأوضاع جاء القرن الحاضر، فاستهل هذا القرن بالدعوة إلى إحياء الإسلام، وهي الدعوة التي أعلنها في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر السيد جمال الدين الأفغاني. ويومئذ برز الشعور بالمعنى الأول، وهو معنى انحطاط نسبة الأمة من دينها. ومضى السيد جمال الدين متحرقا مغموما مقمودا، وقام من بعده خليفته الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يحاول أن يشرح الفكرة التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني، فأقام شرحه على نظرية الجمود، وبين أن الإسلام سليم ولكنه جامد، فهو لا يطلب تجديدا ولكنه يطلب إيقاظا وتحريكا. واتجه الشيخ محمد عبده إلى العمل على تأليف الدين مع الحياتين العلمية والعملية اللتين طلع بهما على العالم الإسلامي القرن الثالث عشر. وهنالك بدأ الشعور الأول، وهو شعور الأمة بانحطاطها بالنسبة إلى دينها، بدأ يتلاشى من جديد. إن هناك فرق بين الدين في ذاته وبين نسبة الأمة من الدين. الشيخ محمد عبده إنما اتجه إلى تفجير الدين وبعثه بعث حركة ونما والخروج به عن حالة الجمود، ولكنه لم يلتفت إلى ناحية نسبة الأمة من دينها. واستمر هذا الأمر يتفاقم خطره بعوامل: أولاً طول الزمن وتظاهر عوامل التأخر، وثانياً تقدم الفتنة النفسية التي هي آتية من مظهر التقدم الغربي في مقارنته مع مظاهر التأخر والانحطاط التي كانت آخذة بخناق العالم الإسلامي. ثم ارتماء الشعور القومي في معارك التحرير بصورة جعلت الالتفات إلى النواحي النظرية من مقومات المشاكل الاجتماعية والذهنية التي تمس حياة الأمة الإسلامية أمرا محدودا جدا. ثم ضعف العقيدة الدينية، فكانت هذه الأسباب هي التي جعلت مقياس نظر المسلمين إلى واقعهم مقياسا إنسانيا محضا اجتماعيا خالصا في ظاهرة، ليس مشتملا على معنى من الالتفات إلى الشعور الديني الذي هو منحط انحطاطا واضحا بالنسبة لما كان عليه من قبل. وأمام هذه العوامل المتظاهرة والأسباب المتعاونة انطمس المثل الأعلى الإسلامي وبرز المثل الأوروبي، فأصبحت نسبة قربنا من المثل الأوروبي هي التي تعتبر نسبة تقدمنا، واتخذت هذه النسبة مقياسا حتى للدفاع عن ماضينا، فأصبحنا لا نتيه من الماضي ولا نتفاخر إلا بما يعتبر مقبولا في المقاييس العقلية الأوروبية. فأصبحنا مثلا نفتخر باكتشافات كبراء الأطباء وبمنزلة
علماء العلوم الكونية والطبيعية، فنفتخر بابن رشد وابن سينا وبالأطباء الكبار من أمثال ابن زهر والصقلي وغير هؤلاء، ولكننا لا نذكر أبدا الرسالة القشيرية أو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وتكون من مجموع هذه الأمور أن أصبحت عاملة على الاندماج، الاندماج في الغير الذي أتت أسبابه المباشرة من تكرر رحلاتنا نحن إلى الغير وتعاقب رحلات الغير إلينا، فأصبحت البيئة العامة التي ينظر إليها المسلم بيئة تشتمل على مثل واقعية بعيدة عن المثل الإسلامية. فالمسلم كان لا يرى إلا الإسلام، إن لم يكن ذلك في الحقيقة الجوهرية فعلى الأقل في الهياكل الظاهرية للحياة الفردية والاجتماعية، ولكنه أصبح يرى حياة أخرى وأصبح يعيش في بيئة أخرى غير البيئة الإسلامية. وهذا هو الذي أعان على ربط مظاهر التفسخ الأخلاقي والديني بمظاهر التمدن الغربي، فأصبحت الأمور التي تعتبر بحسب المقاييس الإسلامية منكرات مثل الرقص والتكشف ومعاقرة الخمر وغيرها، والتي كانت تعتبر مع شيوعها، هذا أمر لا ينكر، كانت تعتبر عيوبا على كل حال، فمرتكبها أمام نفسه وأمام غيره يعتبر معيبا، ولكنها باقترانها بمظاهر التبدل الغربي أصبحت غير معيبة، بل أصبحت من الأمور المستحسنة، بل أصبحت من الأمور التي تعمل على ما يراد بالعالم الإسلامي من التقدم. وأمام هذا الواقع الذي أصبح المسلم فيه مندفعا إلى سلوك حياة يؤمن بمقتضى المدارك الإيمانية الأساسية الإسلامية بأنها ليست حياة الخير وليست حياة الطهر والفضيلة، أصبح يحاول أن يبرر هذا الواقع المؤلم له بمحاولة تقريب الدين من الحياة الجديدة، أي بمحاولة إرغام الدين على أن يتقبل الحياة الجديدة حتى يزول نفس شيء، حتى يزول شيء من الشعور بالألم الذي بدأ يخامر نفوس الناس لما أحسوا بأنهم يعيشون حياة غير إسلامية ويستسيغونها ويقبلون عليها، فأحبوا أن يطمئنوا في النهاية إلى أن ليس لهم مانع من الألم النفسي أو من وخز الضمير الباطني الديني يمنعهم من الاسترسال في هذه الصور من الحياة، فأقبلوا حينئذ على إقامة حياتهم التي سموها حياة جديدة على أصول التقليد الغربي، تقليدا بدأ في التعليم وفي القوانين وفي النظم إلى آخر، وكلما وجدوا شيئا من ذلك يتعارض في شعورهم مع المعاني الدينية التي يتعلقون بها تعلقا عاطفيا على الأقل، فإنهم يحاولون أن يجعلوا من الدين مساغا يمكن أن يقبل فيه مجرى هذه الأمور التي هم منقادون إليها بدوافع ترجع إلى العوامل التي أسلفنا بيانها. تتكون من هذه الحالة اضطراب نفساني عجيب هو الإشكال الحقيقي، وهو الذي جعل هذه المشكلات مشكلات، لأن المسلم أصبح متجاذبا بين موقفين. فهنالك يتضح أن الصور التي كنا نراها لازمة في بعض أوضاع الحياة والتي كنا نعتبر من لزومها من جهة ومن عدم استساغتنا لها استساغة كاملة بالمقاييس الإسلامية ما يكون هذه المشكلات. فهنالك يتجدد التفكير الإسلامي
بتقويم الشخصية الإسلامية على أصولها الذاتية كما يدعو إلى ذلك محمد إقبال، ووضع المدارك الإسلامية فوق المدارك المعارضة لها كما يدعو إلى ذلك سيد قطب، ووضع النظم المستمدة من الإسلام موضع النظم المستمدة من الحياة الخارجية، فتكون مقبولة سائغة عند المسلمين باعتبار أن الفكر الإسلامي تجدد.